الاستاذه زهيران هي تتوجد على راس الهيئه الديمقراطيه للنساء الماليه، ولكن تلاحظوا بان مجموعه من النقابات ما تتعترفش يعني بالدور تاع المراه وتتحمل المسؤوليه. علاش فرعي؟ كتعترف او ما كتعترفش النقابات بالدور ديال المراه، هذا شويه صعيب انه نحسموا فيه. المرجعيات ديال النقابات خصوصا النقابات اللي كتامن المرجعيه ديال حقوق العمال والعاملات ويؤمنون بالدور النساء كما هما دور الرجال، النقابه اللي كنتمي لها انا، ولكن كيبقى بالفعل وجود النساء داخل المراكز القياديه للنقابات ضعيف. علاش؟ كاين جوج الاسباب جوهريه، كاين ما هو موضوعي يعني متعلق بالنقابات، وكاين ما هو ذاتي متعلق بالمراه في حد ذاتها. ما هو موضوعي؟ لان بالفعل النقابات هي جزء لا يتجزأ من المشهد المدني والاجتماعي، وبالتالي كتكون صوره مصغره من المجتمع المغربي، لانه مجتمع فيه واحد مجموعه الحواجز وخاص واحد مجموعه المقاربات باش المراه تقدر تندمج داخل، لان العمل النقابي صعيب. الا ان هذا التواجد راه نقدروا نقولوا غير في المراكز القياديه، اما في المستوى النضالي اليومي راه النساء كاينات بكثره، كاين في الوقفات الاحتجاجيه، غنلقاهم في الانتخابات، غنلقاهم في التجمهرات، الايام اللي كتنظم النقابات كنبقاو النساء كثرات، وكيكونوا هما اللي قيدات هاد السوادزون المحطات النضاليه. الا ان في لان ملي كتكون مركز القرار كيطلب واحد المجموعه ديال التضحيات، والمراه عندها واحد المجموعه ديال المهام، عندنا واحد المجموعه ديال الالتزامات اجتماعيه عائليه، وباقي المجتمع كيعطيها هذوك الادوار بحال هما غير ادوارها، وبالتالي صعيب انها تقسم المراه بين هذا. بالتالي يعني خصنا واحد مجهود مضاعف، المراه كتولي عندها مجهود مضاعف باش تكون في هاد المراكز. دونك المشهد النقابي كيبقاو للنساء في المراكز، اذا هذا جانب. عاوتاني كاين واحد العزوف كبير اللي هو نقدروا نقولوا مبني ولا ما مبنيش، ولكن كاين، لانه بالنسبه ل كاين خص الاليات شويه، ضروري الاليات شويه تولي فيها شويه الحداثه باش تكون الاندماج ديال المراه، وخص ديما نستحضروا على ان المراه عندنا داخل المجتمع عندها واحد مجموعه الخصوصيات، وخصنا ما تنقولش نديروا اطار خاص ديال انها نعطيوها بزاف لي فابوريزاسيون، مي على الاقل ناخذوا بين العين الاعتبار هذاك الالتزامات الكثيره والعديده والمتعدده اللي عندها باش تسمح. والمراه ملي كتكون في القياده كتعطي، لان ما يمكنش لا يصح ان المجتمع يزيد على 50% امراه 100 نساء، وفي القيادات كنلقاو هذا التواجد ضعيف جدا. استاذه نجوان، ما تشوفوش بان وجود نادي يفتح العلوي على راس وزاره الماليه غيشجع النساء تاع الماليه باش يتحملوا المسؤوليه؟ اولا احنا اليوم جينا بغيت نعطي واحد النظرة على الهيئه ديالنا. الهيئه ديالنا نظمت اليوم، اسسنا بعد ان المؤتمر التاسيسي كان في لو موا مارس، واليوم حنا ابتداء الانطلاقه بجهه الدار البيضاء سطات باش يكون عندنا واحد لقاء تواصلي مع موظفات وزاره الاقتصاد والماليه بجهه الدار البيضاء سطات، اللي من خلالها غادي نجمعوا واحد المتطلبات والمشاكل اللي تتواجهها نساء وزاره الاقتصاد، النساء الماليه بجهه الدار البيضاء سطات. وهذه المتطلبات غادي وغيكون عندنا محطات واحد اخرين بجهات اخرى، وهذه المتطلبات غادي نديروا واحد تجميع واحد المعلومات. خصنا واحد ضروره مليحه للوزيره ديالنا اللي هي السيده ناديه فتاح العلوي، اللي انها تدعمنا وتعاوننا بتحقيق بعض المطالب. لذا نتمناو حنا السيده الوزيره ناديه فتاح العلوي تبنى هذا الملف، ملف مبدا مساواه مقاربه النوع، تنتمنى انها تكون دعم للمرأة، لأن كما تنعرفوا أن السيدة نادية فتاح العلوي هي أول مرأة بالمغرب اللي تتكون تاخذ حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية. لذا تنتمنى أنها يكون لها دعم وسند لنا كهيئة باش تلبينا المطالب والحاجيات والمشاكل اللي تتوجهها نساء المالية بوزارة الاقتصاد والمالية. القطاع المالي في مجموعة من الكفاءات النسائية، ولكن ما تنجبدوش على مستوى صنع القرار في هذه الوزارة.
يعني باستثناءات قليله ما كاينش النساء كثار في السلطه. اولا حنا اسسنا هذه الهيئه باش ننهضوا باوضاع المراه في وزاره داخل وزاره الماليه خصوصا وداخل الوظيفه العموميه عموما. وبالنسبه لنا كان واحد التقدم ضئيل بالنسبه للنساء في مراكز القرار في وزاره الماليه، وهذا هو اللي كتسعى ليه الهيئه انها تزيد تناضل باش يوصلوا النساء لمراكز القرار. كنأملوا ان هاد المناصب اللي وصلوا النساء قليلات يزيدوا يرتفعوا وتعطينا الوزاره كوتا اللي هي اكبر، وحنايا غنحاولوا ما في جهدنا اننا نكونوا النساء ونكونوا على المستوى باش نبقاو على صعيد هذه الوزاره.